منتصف النهار و14 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية متجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات. شنو يحكيوا تونس على مختلف المنصات؟ هذا اللي دائما نكتشفه في مثل هذا التوقيت مع نعيمة في فقرة حديث الساعة. نعيمة صباح النور، مرحبا. صباح الورد والياسمين شهاب ونجم ومستمعي الإذاعة الوطنية. شنو باش يكونوا يحكيوا تونس اليوم شهاب؟ هو الحدث واحد والحكاية هي بدها اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، واللي باش تكون هي موضوعنا لليوم. وكيف كيف باش نحكيوا على العنف في المهرجانات بصفة عامة وخاصة الصيفية. الحركة هذه والعنف هذا كما لقينا عنف في الملاعب حتى في المهرجانات انتشرت الظاهرة هذه. وباش يكون معنا عبر الهاتف سي لطفي صفاقسي مدير مهرجان بنزرت اللي باش يحكي لنا شنو صار البارح في الحفلة نتاع البارح نتاع المهرجان، ونحكيو بصفة عامة على الظاهرة هذه. كل هذه المواضيع بطبيعة الحال نتابعها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن حديث الساعة. كيف ما قلنا شهاب قبل ما نحكيه على العنف في المهرجانات ونحكيه في الموضوع هذية، باش نرجعوا وباش نحكيه على اغتيال إسماعيل هنية اللي أعلنته العديد من الدول وتوعدت ككتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، اللي اعتبرت أنه اغتيال القائد إسماعيل هنية في قلب طهران حدث فارق وخطير ينقل المعركة إلى أبعاد جديدة. قال زاد أنه العدو أخطأ بتوسيع دائرة العدوان واغتيال قادة المقاومة في مختلف الساحات، واعتبروا انتهاك لسيادة دول المنطقة، وأكد أنه العدو سيدفع ثمن عدوان ومن دماء في غزة والضفة وداخل كيانه وفي كل مكان تصل إليه أيدي مجاهدي المقاومة. برشا تضامن وبرشا تنديد بالحادثة هذه حادثة الاغتيالات. رئيس الوزراء القطري كان تسائل وقال انه الاغتيالات والتصعيد اللي قاعد صاير يطرح سؤال كيف تجرى مفاوضات يقتل فيها طرف من يفاوض؟ يعني مع شكون باش يتفاوض اذا انت قتلت واغتلت الإنسان يتفاوض فيه؟ مع شكون باش تتفاوض؟ وقال زادة أنه السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف ضد الاستهتار بأرواح الشعوب. كما قطر، إيران بدورها أكدت أنه الانتقام لدم هنية من واجباتنا لأنه الاغتيال وقع على أراضينا، وقال أنه الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي باغتيال إسماعيل هنية مهد الأرضية لمعاقبته بقتل. والحرس الثوري الإيراني كيف قال إنه جريمة اغتيال هنية ستواجه ردا قاسيا، وقال إنه طهران والمقاومة لن تفرط في دماء الشهيد إسماعيل هنية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدوره أدان عملية الاغتيال لحركة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أدان الاغتيال كيف وقال إنه العمل هذا يعتبر خطر جدي بتوسع دائرة القلق العالمي والخطر في المنطقة. الخارجية الأردنية قالت إنه اغتيال إسرائيل لهنية خرق للقوانين الدولية وجريمة تصعيدية ستدفع إلى مزيد من التوتر والفوضى بالمنطقة. الحكومة الأفغانية كيف قالت إنه اغتيال إسماعيل هنية هو خسارة كبيرة للأمة الإسلامية واغتياله جريمة عظوى. الوزير الخارجية الروسي قال إنه الاغتيال هذا عملية غير مقبولة ويهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة في الوقت اللي احنا قاعدين نلوجوا فيه على هدنة باش نريضوا الأجواء. الصين بدورها كيف عارضت وأدانت بشدة عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وفي المقابل مع التهديد متاع إيران إنها باش تواجه عملية الاغتيال هذية، نلقى وزير الدفاع الأمريكي يقول إنه إذا تعرضت إسرائيل لهجوم فإنه باش يساعدوا في الدفاع عليها وباش يواصلوا دعمهم ومساندتهم للكيان الصهيوني، وباش يعملوا في المقابل جاهدين باش يخفضوا التوتر بالوسائل الدبلوماسية. والمؤشرات الكل تدل أنه المنطقة
مقدمة على مزيد من التصعيد من خلال ردود الفعل اللي ذكرتها نعيمة. فقط خلينا نحط الصورة في إطارها. راهو عملية الاغتيال تمت، وإسماعيل هنية كان يحضر بمناسبة مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، بمعنى اغتيال إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية اللي من المفترض وأن إيران تكون حامية لضيفها الذي يحضر في مناسبة تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. ماذا يعني استهداف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على الأراضي الإيرانية في مثل هذا التوقيت نجم؟ هو في الحقيقة الحركة الجبانة هذه اللي قامت بها حكومة الصهاينة هي تدل على التخبط الكبير اللي تعاني منه في الفترة الإخرانية، وتعاني منه أيضا زادة شريكها في العملية هذه وشريكها في كل العدوان الولايات المتحدة فترة صغيرة كبيرة قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. اليوم هذا الكل يحاولوا نقل المعركة أو الحرب من الأراضي الفلسطينية ومن غزة وبقية مناطق القطاع إلى البلدان الأخرى. البارحة في لبنان، جنوب لبنان، استهداف حزب الله، اليوم الفجر استهداف إسماعيل هنية في مقر إقامته، في يقولوا هما في مقر المجاهدين السابقين، مقر سابق للمجاهدين الإيرانيين، كان محصن نوعا ما، لكن ثم رغم التحقيق ما زال مفيش لتقوم به الحكومة الإيرانية المخابرات الإيرانية، ثم أكيد نوع من الخيانة. الصهاينة يقولوا مشات عن طريق قذيفة خرجت من غواصة في المياه الإقليمية الإيرانية، والإيرانيين يقولوا لا، الأكثر يكون خرج من أحد البلدان الجوار، ما نعرفش تكون بلد عربية ولا لا. ما زالت التحقيقات ما كشفتش على منين خرجت القذيفة هذه ولا القذائف اللي استهدفت مقر إقامة إسماعيل هنية في فجر هذا اليوم. اليوم هذا زاد ثم تدفع العمليات هذه اللي صارت البارح واللي صارت اليوم باش قاعدة تستفز في العالم الجديد اللي قاعد يتشكل، والناس اللي قاعدة تعادي في الحلف الأمريكي الأوروبي اللي نقولوها بصريح العبارة الحلف الروسي الصيني الإيراني زاد معاه، كل هذوما قاعد قوة أخرى معناها قاعدة تتشكل وممكن باش تكون لها تدخلات خلال الفترة القريبة القادمة. النجم نحس للمنطقة على برميل بارود في الفترة الحالية هذه، ممكن المستقبلية كان ما تحركوش عقلاء العالم لإدانة هذه العملية ولإدانة الصهاينة على جريمتهم النكراء هذه وعلى جريمهم لغدوة باش تكون 300 يوم على انطلاق العدوان الصهيوني الأطلسي على غزة وعلى كامل القطاع وعديد المدن الفلسطينية في الفترة القادمة. كما قلت قبيلة حوالي 40 ألف شهيد ارتقوا خلال الأشهر هذه، معناها 10 شهر تقريبا، معناها شو صار فيها دمار شامل اللي غزة سويت بالأرض تقريبا. إسرائيل تستهدف في المدنيين، تستهدف في النازحين في خيامهم في الأطفال، 75% من الشهداء هم من النساء من الأطفال، ولا أحد في العالم يوقف هذه العربدة الصهيونية اللي تتحرك بضوء أخضر أمريكي وأوروبي وغطاء يدعمها في الداخل وفي الخارج. والأكيد أن هذه العملية الغادرة تم التخطيط لها بدليل أن المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية كان حذف صورة لهنية كتب عليها، تم التخلص منها، تم تنزيل هذه الصورة ثم تم حذفها فيما بعد، بما يدلل على أن عملية الاغتيال مخطط لها مسبقا. طبعا هي عمليات الاغتيال فيها هي عمليات دقيقة يتم التخطيط لها بدقة، وهنالك شركاء أكيد غير الصهاينة، هنالك شركاء في هذا، وهناك أكيد أتصور أو أكيد هنالك خيانات تتم
في هذه العملية ومساعدات في كل العمليات الاغتيالات التي صارت خارج الأراضي الفلسطينية. هنالك مساعدات وخيانات بما في ذلك العمليات التي تمت في تونس. احنا باش نعاود نرجع اليوم ان شاء الله باش نحكي بأكثر تفصيل في هذه العملية، عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. بعد الفاصل باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف سي لطفي صفاقسي مدير مهرجان بنزرت. المشهد الآن. مرحبا بك سي لطفي صفاقسي مدير مهرجان بنزرت الدولي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. شكرا سي شهاب، تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية. سعيد أنا زادة باش نكون في إذاعة الوطن، إذاعة الوطنية. بارك الله فيك ونحن أسعد. احنا دائما نحاول أن نستقي المعطيات والمعلومات من مصادرها، كعلاش حبيناك تكون حاضر معنا في برنامج المشهد الآن باش نوضح الصورة وشعار البرنامج حتى تكتمل الصورة. المشاهد الحقيقة ما تصرش. البارح في مهرجان بنزرت عنف كبير شفناه. شنو اللي صار في حفل سمارة بالضبط اللي استدعى كل هذا العنف والحفل لم يكتمل؟ علاش بالضبط؟ شنو اللي صار؟ والله نتفق معك شنو اللي صار، ما نتفقش معك بالعنف. معناها نتفق معك انه هذاك الكمية من القواري هي بعد الحفل بالضبط كيف صار. بعد دخول الفنان سمارة بالتقريبا 8 دقائق ترميت قارورة على السير، قارورة وحيدة ترشش الفنان، هبط طلعت انا عسان ووجهت الجمهور واعتذرت من الفنان وعاود رجع وتعديت الحفله لمده ساعه و33 دقيقه دون اي خلل. بعد ساعه و33 دقيقه ومازال بالضبط 10 دقائق على انتهاء الحفل. انا مازالوا زوج غنيات حسب البرنامج اللي ما الملف اللي عاملينه مع بعضنا. ترميت قاروره اخرى. قال أي فات الحفلة إلى ماء. طبعا الجمهور هو شايش ويحب يواصل الحفلة. بعد ما غادر الفنان المسرح قعدوا حبوا يزيدوا. اللي عنده قرار ما على الركس. هذا بالضبط صار. هناك تنظيم كان محكم، هناك تعامل أمني من طراز عالي جدا، وتحية من الإذاعة الوطنية عبر الإذاعة الوطنية لقواتنا الأمن الداخلي في بنزرت. معناها راو الناس صارت شوية بانيك، لكن حتى شيء ما صار. قوارير على الركس. وبعد غادر هو علاش نسأل فيك أنا سي لطفي، لأنه حبيت نستوضح منك، لأنه برشا كلام تقال بخصوص الأسباب اللي أدت للي صار. فما شكون يقول أنه سمارة رفض وأنه يكمل الحفل حسب ما هو متفق عليه والجمهور تغشش ورد الفعل، وفما رواية أخرى تقول أنه الكلاشات اللي صارت والمحتوى الأغاني استفز الجمهور فرد الفعل. علاش احنا أخذيناك بالتليفون معاك ومرحبا بيك مرة أخرى حتى توضح لنا بالضبط شنو اللي صار بالضبط يعني. وسيشيب لو كان جات فما كلاشات في الأغاني ولا حاجة راهو الجمهور ما رددهاش الكلي، وراهو الصورة مالوريزمون الصورة الأخرانية فزت الصورة الحقيقية للحفل. راهو معناها في شبابيك مغلقة وجو كيف هذاك راهو غناء معناها، وتعرفوا الفئة الشبابية راهو تعدى جو هايل، راهو سعدينا احنا وراهو الزوز اللي طلعوا على الركعة هما زوز من أهالي بنزرت، معناها سمارة وجوجمة، معناها زوز من أهالي بنزرت، معناها ولاية بنزرت. وكان بالحق فما معناها استعدادات مهمة جدا، وراهو وقت اللي دخلنا العباد ناس قالت أول مرة تصير في مهرجان بنزرت الستة انتراشية بتنسيق أمني، الستة انتراشية دخلنا العباد وراهو أغلب الجمهور كان مخلط، معناها نساء بنات أولاد رجال. لكن منعفوا في هذه في الحفلات الراب الشباب يكون متحمس برشا، معناها النجاح الجماهيري ونجاح الحفل في حد ذاته خلات الجمهور يحب يواصل الحفل. الاتفاق هو ساعة ونصف. حاجة أخرى مهمة برشا ونعرفوها في المهرجانات الكل إنه الفنان دي ما يطلع مخر انطلاق الحفل. احنا المتفق عليه هي العاشرة ليلة كما كل السهرات انطلق قبل ربع ساعة لأنه الجماهير كانت موجودة
والفنان كان موجود في المسرح. قلنا بأنه الجماهير كل دخلت نقدموا شوي وطلع ركح العشرة غربة. معناها في العادة تجي الحفلات المخرج لا بكي، في العادة ندخلوا مخرج لا بكي، وهذا كل معناها تنظيمي الناس كل روحت الديارة الدنيا مويقلة. المشهد الوحيد اللي خرج وهذا نحسوه احنا توا في بعض الناس هو لو يعني يسوقوا كان للصورة الخايبة. وانا نشكر الإذاعة الوطنية ان اخذت المعلومة من المصدر انه قعدت كان الصورة متاع ما بعد الحفل قواري على الرقص. ما فماش إصابات سي لطفي خلينا نستوضح منك ما فماش يعني إصابات طمنا يعني لأنه الصورة على الفيسبوك لا فما حتى واحد ديخ. معناها تحب نقول لك أنا في زيارة عندنا سبعة ديخوا اللي تخمروا معناها في زيارة ديخوا أكثر عباد معناها بيانسيو بالتخميرة معناها معناها ناس معناها راو البارح ما فما حتى لا إصابة لا حتى شيء معناها والناس روحت لدارها لبس عليها قوارير على الركح وفقط معناها هذا هو يا أخي عادية سي لطفي قوارير على الركح نعم عادية القوارير على الركح لا مش عادية لا مش بالضبط شنو السبب اللي يخلي الجمهور شنو السبب بعد إذنك سي لطفي اللي يخلي الجمهور يستعمل القوارير ويقذف بالقوارير الركح علاش؟ لانه السهره فات وحب يزيد وطبعا طقس سخون كما البارح الناس كل عندها باب زمان معناها كيما واحد متغشش شويه هكايا صار كامل صار لا واحد ابوز من هو حوم عاد فين وانا شخصيا والاطارات الامنيه كنا واقفين على الركح وفي الركح ما سماش معناها اذا كان فما واحد باش يتصاب في الركح راهو انا بما اني انا واقف على الركح وحتى وقت اللي تغش فنان من الاول انا طلعت على الركح معناها راهو زاد ما نحبوش نسوقوا من جماهير مهرجان بن زرت راهو جماهير ماهيش معناها في مستوى الحدث راهو اللي صار احنا مش في وارد يا سي لطفي حتى نوضح الصوره احنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه مش في وارد وانه نتجنى على اي طرف من الاطراف احنا خديناك اليوم معنا كمدير مهرجان بن زرت الدولي باش توضح لنا الصوره بالضبط شنو اللي صار بالضبط هك علاش انت موجود وهذا تقديري لكم الكل معناها لانه بصراحه وقت اللي يكون التعاطي بالحرفيه اللي عند الاذاعه الوطنيه وبالتوضيحات هذه معناها مهم برشا باش نور الراي العام نقول راهو القوارير اللي مانيش مبرر فيها معناها ناكد على هذا ما كرهت صارت وانا نعرف اللي جماهير مهرجان بن زرت هي ارقى من هذا برشا لكن بعض التشنج لانه حبوا يواصلوا الحفل وما نجموش هنا والحفل نقص منه تقريبا سبعة دقائق اللي هي غنيه بالضبط واضح هذا هو لحق اما الباقي كل والحمد لله ان شاء الله اكيد احنا باش نزيدوا ناخذوا احتياطاتنا اكيد باش نزيدوا نصلحوا من جواحنا ورانا احنا عمل بشري وكل عمل بشري في اكيد وربي يوفقكم. شكرا جزيلا سي لطفي السفاقسي مدير مهرجان بن زرت الدولي هكا وضح لنا صوره حول اللي صار البارح. نتوقف الان مستمعينا الكرام ليرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. منتصف النهار و35 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تحية متجدة لكل السادة المستمعين والمستمعات. احنا بطبيعة الحال كما سبق وذكرنا في تقديم هذا العدد من البرنامج، باش نعود نرجع لحادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن حديث الساعة. طبعا ذكرنا وأنه باش يكون حاضر معنا الزميل الصحفي بإذاعة صوت فلسطين محمد بورب، وباش نشوف معاه الموقف الرسمي الفلسطيني، ولكن صعب جدا التواصل مع محمد أبو الرب. أيضا معنا عبر الهاتف الدكتور خالد زين الدين المحلل السياسي اللبناني من بروكسل، مشكور جدا، هو معنا مباشرة من بروكسل. مرحبا بك دكتور على موجات الإذاعة الوطنية. يعطيك العافية، تحياتي لكم. شكرا جزيلا. الموضوع هو تداعيات عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. قبل ذلك أدعوك وأدعو المستمعين الكرام للاستماع إلى هذه الورقة من إعداد سامي العرفاوي حول تاريخ الاغتيالات الدموي للكيان الصهيوني الغاصب. لم يخلو تاريخ ما يسمى بدولة إسرائيل منذ صرعها في الجسم العربي من الاغتيالات كوسيلة لتصفية كل من يمثل شوكة في حلقها وجدار صد لعدوانها الغاشم. تصفيات انطلقت منذ سبعينات القرن الماضي باستهداف عديد القيادات من منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة فتح وعديد القيادات العسكرية، لتتصاعد من خلال ما أسمته إسرائيل بعملية ربيع الشباب، لتصل إلى أكثر من سبعة اغتيالات انطلقت منذ سنة 73 و900 وألف، آخرها القائد العسكري الفلسطيني ورئيس الدائرة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية زهير محسن في شهر جويلية من سنة 79 و900 وألف. لتأتي فترة الثمانينات مليئة بالاغتيالات لشخصيات وازنة داخل منظمة التحرير الفلسطينية، وصلت إلى خمسة اغتيالات، أشهرها عملية اغتيال خليل الوزير أبو جهاد الشخصية الثانية بعد الزعيم ياسر عرفات في شهر أبريل من سنة 88 و900 وألف بتونس. وفي فترة التسعينات توجهت بوصلة الاغتيالات الصهيونية إلى قيادات من حركة المقاومة حماس وحزب الله على غرار عباس الموسوي أمين عام حزب الله وعماد عقل قائد كتائب القسام المؤسس، وصولا إلى شهر سبتمبر من سنة 97 و900 وألف، ومحاولة تسميم خالد مشعل في الأردن لتكون الفترة بين سنة 2000 وسنة 2009 الفترة التي شهدت أكثر عملية التصفية، وصلت إلى أكثر من 20 عملية اغتيال طالت قيادات سياسية وعسكرية فلسطينية من عديد الفصائل والمنظمات، أشهرها في شهر مارس من سنة 2004 وعملية اغتيال أحمد ياسين مؤسس وزعيم حركة حماس وعبد العزيز الرنتيسي خليفته في نفس السنة. ولم تكتفي آلة الاغتيال الصهيونية عن الحركة لتتواصل دون ردع طوال العشرية الأخيرة، مستهدفة كل من ترى فيه حجرة عثرة أمام عدوانها الغاشم، ولم تستثني في ذلك أحد. وصلت إلى حد استهداف الأصوات الحرة والصحافة، لتكون عملية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة سنة 22 و2000 أكثر تعبيرا لما يمكن أن يصل إليه العدوان الإسرائيلي. ليتصدر اليوم خبر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عناوين الأخبار. فعمليات الاغتيالات المتتالية والتصفية الجسدية للقيادات وأصحاب الأفكار الحرة ليس بغريب عن كيان عدواني لم يتوانى لحظة عن اغتيال شعب بأكمله.
آلة الاغتيال الصهيونية لا تستثني أحدا، كما قال زميلنا سامي العرفاوي، كيفما اتفق وأينما كان. كيف قرأتم عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مثل هذا التوقيت، تحديدا على الأراضي الإيرانية، والمناسبة حضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد؟ فيما يتعلق في اغتيال مسؤول المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، كان متوقعا، لأن إسرائيل أو ما يسمى بدولة إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة وضعت أمامها في الكنيسة الإسرائيلية هدفا اغتيال القادة العسكريين لحماس في أي مكان تستطيع الوصول إليه. اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران هو خطير جدا، هو اختراق أمني كبير لإيران، هو رسالة لإيران أننا موجودون في الداخل الإيراني ولدينا عملاؤنا ولدينا نستطيع أن نحدد الهدف والمكان والتوقيت المناسب. وهو أيضا يكشف طبيعة الاختراق الأمني لإسماعيل هنية ولتحركاته وللقاءاته مع القائد والقادة الإيرانيون إن كانوا على الصعيد العسكري أو السياسي، وهذا أيضا خطير، يعرض المسؤولون الإيرانيون أيضا للخطر لكشفهم أمنيا أمام إسرائيل. وهي رسالة ثانية لإيران بأننا موجودون ونستطيع اختراق السيادة الإيرانية، ولا خطوط حمراء لدينا عندما يتعلق الأمر في الأمن القومي الإسرائيلي وفي وجود إسرائيل وفي كيان إسرائيل، لأن إيران كدولة هي تدعم حزب الله اللبناني وتدعم اليمن وتدعم سوريا عبر فصائلها وحتى أيضا في العراق، وهؤلاء اليوم يشكلون خطر كبير على إسرائيل. استطاع حزب الله اللبناني تهجير مئات الآلاف من الإسرائيليون على الحدود الشمالية مع فلسطين، استطاع أيضا اليمني محاصرتها اقتصاديا ومنع الكثير من البضائع والتمويل الوصول إليها، استطاع العراقي أن يضرب القواعد الأمريكية ويضرب أيضا إلى عمق ما يسمى دولة إسرائيل. اليوم هي رسالة كبيرة، عندما تتخطى إيران الخطوط الحمراء نحن نتخطاها، الشرعية الدولية هي كلها مع إسرائيل، المؤسسات والمنظمات الدولية والأمم المتحدة كلها مع مجندة لإسرائيل، المحاكم الجنائية والعدل كلها مجمدة ومعطلة عندما يتعلق الأمر في محاسبة إسرائيل، رغم أن القانون الدولي ومبادئ النظام الدولي يمنع ويحرم أي عدوان من أي طرف على اختراق سيادة دولة أخرى. ونرى نحن اليوم إسرائيل البارحة وقبلها أيضا اختراق السيادة السورية، الحرب على غزة والانتهاكات حقوق الإنسان، اختراق السيادة العراقية، اختراق السيادة اليمنية، اختراق السيادة اللبنانية لا محاسب لها. وثانيا والأخطر من ذلك، في اغتيال إسماعيل هنية كلما نجد الجهود الدولية استطاعت أن تخطي مرحلة معينة لجلوس الحماس والإسرائيليون على طاولة المفاوضات، نرى إسرائيل تستهدف في ضربات موجعة. وهذه بالضبط دكتور، عذرا على المقاطعة دكتور خالد، أردت أن أسألك بخصوص ماذا يعني أن يغتال الكيان الصهيوني الغاصب طرفا مفاوضا. أنت تعرف أنه مفاوضات تجارية برعاية قطرية ومصرية يعني متواصلة وتراوح نفسها، اليوم يتم استهداف طرف مفاوض، هذا الموقف القطري الذي استغرب عملية اغتيال وأدان عملية اغتيال طرف مفاوض. سيدي الكريم، بغض النظر عن الجهة الوساطة كان قطرية أو فرنسية أو ألمانية أو عربية أو مصرية، لا تريد إسرائيل ممثلة ببنيامين نتنياهو التفاوض مع الفلسطيني، لأن المفاوضات مع الفلسطيني يستطيع أن ينزع منها تنازلات وحقوق لدولة فلسطينية مستقلة، حدود جغرافية، مبادئ قومية، مقومات. لا يريد الإسرائيلي منحها هذا، لا يريد الإسرائيلي الجلوس على المفاوضات، يريد للحرب أن تستمر. وأزيد كما يقال من الشعر بيتا، الإسرائيلي لا يريد إنهاء حماس عسكريا، حتى لا نقول
نحن يستطيع، بل هو لا يريد وأن استطاع، لأن مجرد إنهاء حماس عسكريا يضطر يجبر على الخروج من غزة، من قطاع غزة، وإعادة الغزاويون إلى أراضيهم. لا يريد إنهاء، يعني يريد إطالة أمد الحرب لقتل المزيد من المدنيين، لإيقاع الضحايا، لإجبار لإجبار المتبقيون من الفروم من المناطق من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب وصولا إلى الحدود المصرية، الهرب خارج الحدود. يريدون إنشاء دولة إسرائيل الكبرى وقناة بن غوريون والمشروع الاقتصادي الاستثماري الذي يربط الهند بأوروبا بالشرق الأوسط ببعض الدول العربية. لا يريد إنهاء كل هذا الكلام، فلا معنى له أن المفاوضات اليوم وغدا منذ 10 أشهر والشعب الفلسطيني يقتل ويذبح وتنتهك كل حقوق الإنسان والحقوق والقوانين الدولية، ولم نرى أي دولة في العالم إن كان عربية وإن كان أوروبية، نحن لا نهاجم الدول، نحن نتكلم الواقع، قطعت أقل شيء علاقاتها مع إسرائيل، حاصرتها جويا، منعتها من المرور عبر أجواءها الجوية عبر قنواتها المائية. إسرائيل حتى اليوم لم تنسى عندما حصر جمال عبد الناصر ومنعها من المرور عبر قناة السويس. يريدون إنشاء ممر مائي خاص لهم بعيدا كل البعد عن أي قرار عربي وعن أي سيادة واستقلالية عربية. لا يريدون إنهاء الحرب، لا يريدون القضاء على حماس، يريدون الاستمرار في الضرب والقتل من الغزاويين والشعب الفلسطيني. اليوم الحل الوحيد هو وحدة الشعب الفلسطيني، وحدة الفصائل الفلسطينية، نبذ الخلافات، وحدة القرار، التمسك بالمبادرة العربية في بيروت، لعلنا ننقذ فلسطين والشعب الفلسطيني. نجم الدين العكري محلل الحصة يتفاعل معك دكتور. دكتور خالد، هل تعتقد أن ضرب الكيان الصهيوني أمس للبنان ثم اليوم لإيران داخل عاصمتها في حدث بارز وتنصيب الرئيس الجديد، أن الكيان الصهيوني ينوي إطالة أمد الحرب وخاصة نقلها إلى خارج الأراضي الفلسطينية وإدخال كامل الإقليم أو كامل المنطقة في حالة حرب قد تكون طويلة وقد تستدعي دخول أطراف أخرى فيها، هل تقاسمني هذا الرأي؟ فيما يتعلق في الحرب، لا أحد له مصلحة في حرب شاملة وإقليمية تؤدي إلى حرب عالمية. اليوم العالم يعيش مرحلة خطيرة جدا، الحرب العالمية الثالثة انطلقت ولكن بطريقة مختلفة، بصراعات مختلفة، صراعات طائفية، عقائدية، سياسية، جيوسياسية، إقليمية. نرى القارة الأوروبية انهارت اقتصاديا وانتهت، لا حاجة لأن تقتحم روسيا أوروبا، أوروبا انتهت اقتصاديا، ولا حاجة لأمريكا أن تحتل الدول العربية، بل الدول العربية منهكة ممزقة للأسف الشديد. نتكلم عن أوطاننا وقومياتنا وأمتنا. إسرائيل تنتصر عندما لا تدخل في حرب شاملة، تنتصر بأي جهة تستطيع أن تحشد دعم دولي، لأن في القانون الدولي ما يسمى القانون الدولي الذي لا أؤمن به أصلا، هو قانون ينظر من عين واحدة ولا ينظر من جميع في مكيالين. عندما يتعلق الأمر بإسرائيل يتم تجميده، عندما يتعلق الأمر في إيران وفي روسيا وفي الصين ودولة أخرى يتحرك العالم كله ويجمد العالم كله لإدانتهم ومحاصرتهم. اليوم إسرائيل تستخدم القانون الدولي الذي يصنف حماس وحزب الله كمنظمة عسكرية إرهابية لاغتيال قاداتهم العسكرية وتوجيه ضربات مؤلمة لهم، والقانون الدولي لن يقف ضدهم، لن يروا أي إدانة أوروبية أو عالمية أو عربية، لأن في القانون الدولي هم مصنفون إرهابيون، أي مشرع اغتيالهم والوصول إليهم في أي مكان وفي أي دولة. وفي حال ردت أي دولة على إسرائيل سيقف العالم كله معه. الحرب الشاملة لن تحصل، رغم أننا في حرب منذ 10 أشهر ومنذ سنوات، ولكن في حرب لن يكون هناك حرب شاملة وواسعة، ليست مصلحة أمريكا وليست مصلحة روسيا حتى ولا مصلحة الصين ولا مصلحة أي إسرائيل ولا أي دولة عربية في حرب شاملة. حرب الاغتيالات الأمنية والعسكرية والوصول إلى أهداف هي تجدي نفعا مع إسرائيل للأسف الشديد أكثر من أي حرب شاملة، لأن في الحرب الشاملة تعرضها
لمشاكل لمخاطر يعني لضربات مؤلمة في ظل ما تهجر الإسرائيليون من إلى تجبرهم على العودة إلى بيوتهم. حرب غزة 10 أشهر حتى اليوم ولم تستطيع القضاء على القضية الفلسطينية، وهجرت أكثر من 1,000,000 إسرائيلي عودة إلى أمريكا وإلى القارات الأخرى. الحرب الشاملة تخسر بها إسرائيل، أما حرب الاختيارات وحرب الأهداف يعتقد بنيامين نتنياهو يستطيع أن يحقق أهداف ويمد أمد سلطته ويعطيها دفعا مزيدا. الدكتور، يعني في ظل ما تحدثت عن هذه الحرب الشاملة غير الممكنة والتي لا يريد أحد، هل ما زال هناك حديث أو إمكانية لسلام في المنطقة، حتى لسلام للمنتصرين يفيد المنتصرين أكثر من غيرهم؟ عن أي سلام نتكلم؟ بين من ومن؟ بين الفلسطينيين في اتجاه إقامة الدولة الفلسطينية والتهدئة أو إنهاء هذا الدمار وهذه الحرب الغادرة على غزة. أستاذي الكريم، 10 أشهر تضرب غزة 240 كيلومتر، وقتل مئات الألاف وما زال تحت الأنقاض، وشرد عشرات الألاف وغيرهم. هل رأينا دولة عربية من هؤلاء المطبعين مع إسرائيل؟ فعلاقات دبلوماسية قطعت علاقاتها، حصرتها في الأجواء المائية وفي أجواء، ومنعتها من الطيران في أجوائها، ومنعت مرور السفن أو منها وإليها. وهل وجدنا طرد سفير وقطع علاقات دبلوماسية وقطع؟ اليوم الدول العربية تعاني الكثير من المشاكل، مشاكل طائفية، قومية، عقائدية، سياسية، اقتصادية شاملة، ممزقة للأسف، منهكة، لا تملك أدنى مقومات الحياة. تعتبر إسرائيل أن الفرصة الذهبية اليوم للانقضاض والقضاء على الفلسطينيين والقضاء على القضية الفلسطينية لتحقيق الحلم الإسرائيلي في دولة إسرائيل الكبرى، ويعتبر نفسه بنيامين نتنياهو. للأسف نحن كلنا مع القضية الفلسطينية ودماؤنا فلسطينية ومع أي مظلوم في العالم، ولكن نتحدث بتجرد، بكل تجرد، نحن عرب وقوميتنا عربية، ولا نستطيع لأي فحص لانتمائنا وقوميتنا، ولكن نتحدث بتجرد. اليوم نتنياهو يعتبر نفسه بن غوريون العصر، يريد تحقيق حلمه بدولة إسرائيل الكبرى، يريد أن يكون الزعيم الأكبر في العالم. والدليل الأكبر أن ما بعد كل ما حصل من جرائم، التصفيق، فقط التصفيق، لا أريد أن أدخل في تحليل ما قاله وخطورته، التصفيق فقط في الكونغرس هو رسالة أن مهما حصل سنبقى معهم وستبقى المظلة الأمريكية. نعم. وفي خطابه نسف أي مبادرة سلام عربية. دكتور خالد، عملية الاغتيال وإمكانية قراءتها من أكثر من زاوية، اليوم هذه العملية تتم في ظروف معينة، من المفترض أن تحظى بحضور أمني مكثف، باحتياطات أمنية مكثفة. هل برأيك عملية الاغتيال التي تمت بمناسبة تنصيب الرئيس الإيراني الجديد تدلل على أكثر من صعيد على ضعف مخابرات إيراني؟ وهي أيضا رسالة للرئيس الإيراني الجديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. عندما نتحدث إسرائيل نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، بأن القضية الإسرائيلية خط أحمر وتجاوزها يعرض الجميع للخطر، وهي رسالة للرئيس الإيراني وضغط على إيران لجلبها إلى طاولة المفاوضات. يريدون من إيران تنازلات، ولكن إيران تملك روح المراوغة والمماطلة. إيران لديها عقلية. هل تتوقع رد إيراني مزلزل كما ذكر الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي؟ الرد المزلزل هو في حالة واحدة، اغتيال قائد كبير في حجم القائد الذي اغتيل في بيروت، يجب أن يقابله اغتيال قائد عسكري إسرائيلي كبير. هنا تصبح معادلة الردع القائد بالقائد، وهنا نستطيع حينها نبني على أن أيضا إيران وحزب الله اللبناني يملك معلومات استخباراتية وقاعدة استخباراتية كبيرة، والقادة الأمنيون الإسرائيليون مكشوفون أمامه ويستطيع الوصول إليهم. اليوم هي عبارة عن امتحان لهم، إسرائيل تريد حشرهم في الزاوية. فاليوم هل
من المبكر جدا أن نتحدث عن نوعية الرد وحجم الرد والمكان والزمان الإيراني، لأن إيران تدرس كافة خياراتها من جميع المجالات. إيران لا تتسرع، وإيران لديها عقيدة الصبر وأيضا دراسة الأمور في دقة وتقنية عالية. من المبكر جدا أن نتحدث عن نوعية الرد، ولكن الرد يجب أن يكون على حجم الضربة التي غلقها اليوم حزب الله. بالإضافة يجب أن تتحرك الدولة اللبنانية، حركة حماس، يكون موقف موحد ضد الانتهاكات الإسرائيلية فيما يتعلق في سيادة لبنان واستقرار لبنان وعمل لبنان. نعم. أيضا كتائب القسام تقول العدو سيدفع الثمن من دمائه في أي مكان تطاله المقاومة. هل هذا يدل على أنه إمكانية اغتيالات خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة أخرى من العالم؟ من الصعب جدا أن يكون في القارة الأوروبية أو الأمريكية، ممكن أن يكون اغتيال في إحدى الدول العربية التي لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، أو استهداف أي مقر دبلوماسي أو قيادات دبلوماسية أو سفراء أو قادة أمنيون. لذلك قلت لكم من المبكر الحديث عن حجم ونوعية الرد، فلننتظر ونترقب المرحلة، ولكن الوضع خطير جدا. المنطقة إلى الانزلاق، الوحدة والوعي والإرادة والتصميم لدينا كأمة عربية، والابتعاد عن الخلافات الطائفية والسياسية والحزبية وغيرها ينقذ الأمة ويعودنا إلى مجدنا وإلى وحدتنا، ونستطيع حينها أن ندعم القضية الفلسطينية وأن نحمي فلسطين ومستقبل الفلسطينيين، لأنهم فعلا شعب أثبتوا للعالم أن التمسك بالأرض مكلف جدا وأنهم مدرسة في التضحية وفي الوفاء. نعم. توسع دائرة المواجهات على الجبهة اللبنانية كيف تتابعونه في دقيقة؟ ما زالت الحرب الواسعة والشاملة بعيدة جد كل البعد عن الواقع. ما زلنا ضمن الضربة في الضربة، والهدف في الهدف، والرد في الرد. هناك ضغوطات كبيرة، هناك اتصالات مع لبنان ومن لبنان إلى الدول الإقليمية المؤثرة. الكل متفق على أنه لا حرب إقليمية، ولكن الكل متخوف من أن تنزلق في مكان ما وفقا لتسارع الأحداث. واضح. شكرا جزيلا خالد زين الدين، المحلل السياسي اللبناني من بروكسل، على كل ما أفدتنا به. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هكذا نصل مستمعينا ومستمعاتنا إلى ختمة هذا العدد من برنامج المشهد الآن. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. ربي باقي ستر على تونس. إلى اللقاء.